بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. معكم عبد الله السكري. النهارده هنبدأ دورة جديدة، دورة الباش سكريبتنج فور بيتريشن تيستر. في الدورة دي هنتكلم عن أساسيات الباش سكريبتنج، هنتكلم عن الباش سكريبتنج بشكل أدفانسد كمان، بشكل متطور، وكمان هنستخدمها في الغرض الأساسي منها وهو البيتريشن تيستنج. يعني الدورة دي هتبقى مقسومة لتلات أجزاء: الأساسيات، يعني هيبقى عندك دافع قوي إنك تتعلمها لأن إحنا هنشرحها من الصفر، وبعد كده نتكلم عن أشياء متقدمة فيها، وبعد كده نستخدم اللي إحنا اتعلمناه كله سواء أساسيات أو حاجة أدفانسد أو حاجة متقدمة، نستخدمهم في عمليات البيتريشن تيستنج أو نشوف هيخدمونا إزاي في عمليات البيتريشن تيستنج. تمام؟ سواء انت عاوز تستخدم الباش سكريبتنج في البيتريشن تيستنج او عاوز تستخدمها في المانج، ازاي تعمل مانج للسيستم بتاعك الموجود عندك على جهازك سواء اي توزيعه يونكس او لينكس. تمام. طبعا في الاول كده هنبدا النهارده نتكلم عن البرينتنج ميثودز، يعني ازاي تطبع، والكومنتس التعليقات، والفاريبلز المتغيرات، والسبيشال فاريبلز يعني المتغيرات الخاصه. طيب الاول هنفتح السبليم عشان نبدا نشتغل. انا عاوز مثلا اعمل ملف باش سكريبتنج عشان ابدا اكتب فيه الكود بتاعي ويبدا النظام او السيستم بتاعي ينفذه لي. هقول له فايل هنا طبعا سيف از، الاكستنشن بتاعه والامتداد بيكون اس اتش. تمام. فاقول له هنا باش دوت اس اتش، طبعا بتسميه زي ما انت عاوز، باتش، هالو، اي اسم انت عاوزه، بس الاكستنشن لازم يكون اس اتش. طيب هخليه عندي على ديسك توب واقول له سيف. تمام. بعد كده هبدا اقول له ان الملف ده عباره عن باش سكريبتنج، يبقى انا لازم اقول له على المسار اللي هو هيشتغل عليه او يعرف مكان الكومبايلر اللي هيبدا يترجم لي الكلام. فابدا اقول له بين باش كده، بدأ يعرف ان الملف ده عبارة عن ملف باش سكريبتنج. هنبدأ نتكلم الاول عن الطباعة. عشان اطبع اي جملة او فاريابلز او غيره عنده طريقتين، لا اما ايكو لا اما برنت اف. يبقى لا اما ايكو يا اما برنت اف. طيب الاثنين مختلفين شوية في شغله. ايكو سهل جدا عن برنت اف، وبرنت اف معروفه، برنت اف تستخدم معانا في السي. تمام. لغه السي ومشهوره جدا، معروفه يعني برنت اف. وايكو معروفه برضو في معظم لغات البرمجه. طيب تعالوا نشرح الايكو الاول. لو انا عاوز اطبع اي حاجه بكل بساطه، لا اما احطها في علامتين تنصيص واكتب مثلا هالو وورلد، او ان اقول ايكو هالو وورلد بالشكل ده كده. في كتا الحالتين هتنطبع، مفيش اي مشاكل. طب تعالوا نطبق كده. اول حاجه ما ينفعش تطبق كده على طول الا لما تعمل اكستنشن او تغير الاكسكيوشن بتاعك، يعني تغير المود بتاع الملف. تمام. الاكستنشن بتاعك دوت اس اتش، فالمفروض انك تديله اكسكيوشن مود، يعني يبدا صلاحيات تنفيذيه. اقول الاول ادخل على سي دي ديسك توب، طبعا الاكستنشن بتاعنا اس اتش. هقول له هنا تشينج مود زائد اكس اللي هو الاكستنشن بتاعك يكون اكسكيوشن يعني تنفيذي، وبعد كده اقول له باش دوت اس اتش. تمام كده اقدر انفذه. هقول له والله دوت سلاش، يعني ابدا انفذ لي الباش دوت اس اتش. زي ما انت شايف طبع لي هالو وورلد مرتين زي ما انت شايفه، يعني ما فرقتش معاه سواء ما بين علامتين تنصيص او لا. وكذلك لو عاوز اطبع رقم، يعني مثلا قلت له ايكو مثلا 21، هيطبع 21، يعني ما فرقتش معاه اهو. تمام. لكن لو عاوز استخدم برنت اف هتختلف الوضع بقى. لو قلت هنا برنت اف وقلت له هنا ماي نيم از عبد الله، لاحظ ان البرنت اف ما بياخدش سطر جديد، فانت اللي بتديله، فلازم تقول له باك سلاش ان. باك سلاش ان يعني خد لي سطر جديد. فلو قلت له هنا هقول لي ماي نيم از عبد الله،
كلام جميل. لكن لو انا مثلا عاوز اميز اللي انا بطبعه سواء رقم او نص string او decimal مثلا، فاقول له percent d، واقول له مثلا هنا 21. percent d يعني ايه percent d؟ percent d يعني انا هضيف رقم، فقلت له هنا my name is عبد الله، والبرسنت دي هيتتبدل بال 21 اللي هي قيمتها. فتعال كده نشوف، واضغط انتر، زي ما انت شايف اتبدلت بال 21، بس انا نسيت احط الباك سلاش ان عشان ما ياخدش سطر جديد. اهو ياخد لي سطر جديد عشان نشوف السطر بوضوح. نعمل كلير. زي ما احنا شايفين ماي نيم از عبد الله، وحط لي 21، شال البيرسنت دي وحط لي بدلها 21. طيب لو شلت البيرسنت دي وحطيت بيرسنت اس، كده هيطلع خطا. ليه؟ بيرسنت اس يعني عاوز نص. فلو جينا نضغط كده ونشوف اداني 21. طب ليه؟ هو اعتبر دلوقتي ال 21 نص. اعتبر 21 نص. طب تعالوا بقى نعكس شويه ونخلي هنا بيرسنت دي وندي ده نص. اهو عبد الله. تعال كده نشوف ايه اللي هيحصل. قال لك ده invalid number، هو محتاج number، يعني هو محتاج منك رقم. يبقى انا لو حطيت رقم مع البيرسنت اس مش هيحصل اي مشاكل، مش هيديني اي اخطاء، تمام؟ لانه هيعتبرها string، يعني يعتبر الرقم بتاعك string. لكن لو حطيت بيرسنت دي وحطيت معاه string هقول لك لا، انت لازم تحط رقم. لو حطيت مثلا رقم 21 مثلا هنا هيطبعه لي، مفيش اي مشاكل معايا. لكن لو حطيت string هيحصل معايا مشاكل زي ما احنا شفنا من دلوقتي، تمام؟ اهو طلع معايا خطأ. ده بالنسبة لموضوع ال print f. يبقى احنا دلوقتي خدنا الطباعة. نتكلم على الكومنتس. انا عاوز احط كومنت عندي على السكريبت. الكومنت بتاعي لا اما هكتب كومنت سطر واحد او هكتب اكتر من سطر. عشان اكتب سطر واحد احط عندي الشباك واحط هنا الكومنت اللي انا عاوزه، ماي نيم از عبد الله مثلا. طب انا عاوز احط اكتر من كومنت، هستخدم التو ايرورز دول واحط مثلا عندي كومنت وهكتبها بنفس الحروف زي ما انت شايف. اكتب بقى ما بين الاثنين دول الكومنت بتاعي. طب ليه هنا كتبتها بنفس الحروف؟ انا قلت له ده عباره عن كومنت، هتحط السهمين دول وتكتب كومنت وتكتبه بنفس الحروف هنا. طب انا ممكن احطها اي اسم، اه يعني ممكن احط هنا عبد الله اهو مثلا عبد الله اهو زي ما انت شايف ده تلون لون اصفر. فلو كتبت هنا عبد الله بنفس الحروف بالظبط فبدا نفس اللون يبقى احمر. فلو كتبت هنا اي حاجه يعتبرها كومنت زي ما انت شايف كده، ده كله عباره عن كومنت. فتعالوا كده نطبق السكريبت ولا كانه شايف الكلام ده، اهو ما حصلش اي مشاكل. نعمل كلير كده، اهو ما حصلش اي مشاكل وما طبقليش اي حاجه، تمام؟ يبقى انا احط الاسم اللي انا عاوزه مع السهمين دول وابدا اكتبه بنفس الاحرف سواء كابيتال او سمول، لازم يبقى حساسيه الاحرف هنا ضروريه. طيب ده بالنسبه للكومنت. نتكلم بعد كده عن الفاريبلز، المتغيرات. طبعا اللي انا بقوله ده كله سهل مش محتاج شرح كتير، ده موضوع سهل. الفاريبلز ازاي استخدم متغير او اعلن عن متغير. لو جت هنا مثلا نيم، ولاحظ لما تيجي تسند له قيمه لازم تخلي اليساوي لازقه في النيم كده، يعني ما تاخدش مسافه تضغط يساوي، لا غلط، لازم تلاقي اليساوي بالشكل ده كده، يبقى المتغير جنبه اليساوي بدون مسافات، وادي له القيمه بتاعته. وليكن مثلا هخلي هنا مثلا عبد الله، حلو مثلا هنا الايدج بيساوي 21، تمام تمام. عاوز اطبعهم بكل بساطه، لو قلت له هنا ايكو وحطيت الدولار ساين وحطيت النيم كده هيطبع لي النيم. لو قلت له ايكو دولار ساين وقلت له الايدج كده هيطبع لي الايدج. طب انا عاوزه يطبعهم لي الاثنين مع بعض في سطر واحد، مفيش مشكلة، أقول له ايكو اطبع لي النيم أو والايدج مع بعض. طب ممكن أقولهم كده، أه أقول له ايكو برضه اطبع لي النيم
طبع للاتش، تمام؟ في كلتا الحالتين هينطبعوا. تعال كده نشوف. قال لي هنا عبد الله النيم الاول وبعد كده الاتش وبعد كده طبعا النيم والاتش وبعد كده طبعا النيم والاتش، مفيش اي مشاكل. طيب، طب في برنت اف بقى اطبعهم ازاي؟ بكل بساطه لو قلت هنا برنت اف، هحط هنا عندي بيرسنت اس ده عشان عبد الله و بيرسنت دي عشان الاتش، هحط مين الاول؟ النيم وبعد كده الاتش، وناخد عندنا باك سلاش ان عشان ياخد لنا سطر جديد زي ما انت شايف طبع عبد الله والاتش. وطبعا ممكن اكتب اللي انا عاوزه هنا، يعني مثلا اهو اكتب هنا مثلا ماي نيم از هيطبع لعبد الله اند ماي ايج از هيطبع لي 21 وكذلك في ايكو زي ما انت شايف. تمام، ده بالنسبه لموضوع ال variables. طيب في نوع تاني من ال variables بيسموه read only variables. لو قلت read only وحطيت مثلا هنا name، الاول هسند ليه name قيمه اللي هو بيساوي مثلا علي. لو جيت اطبع name مفيش اي مشاكل، لو قلت له echo name زي ما انت شايف طبع لي علي. طيب، طب مشكلته ايه؟ read only variables ده ما اقدرش اعمل له unset، وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. هو ايه الانست؟ انست يعني بقول له شيل قيمه المتغير، يعني المتغير ده يعني شيله خالص من عند السكريبت. فلما اقول له ان ست يعني شيل المتغير اللي هو مين؟ اللي هو اسمه نيم. كده يطلع لي خطا لانه ما يقدرش يشيل المتغير اللي اسمه نيم وهو في حاله ريد اونلي. طب تعالى كده نشوف، لو جينا نشغل سكريبت هيقول لي كان نوت ان ست ريد اونلي فاريبل، يعني المتغير ده عباره عن ريد اونلي ما يقدرش نعمله ان ست. لكن لو انا عملت شباك وخليته كومنت خلاص كده دلوقتي ما اصبحش ريد اونلي. وجيت اطبعه قلت له ايكو المتغير اللي اسمه نيم مش هيطبع حاجه. ليه؟ لان نيم دلوقتي اصبح مش موجود لان قلت له ان ست. لكن لو كان ريد اونلي مش هيقدر يعمل له ان ست. دلوقتي انا عملت ايه؟ خليته كومنت اصبح مش موجود، فدلوقتي هيعمل له ان ست عادي جدا لانه ما اصبحش ريد اونلي. تعال كده نشوف، ما طبعش اي حاجه. تمام، ده بالنسبه للريد اونلي والانست. نتكلم بعد كده على السبيشال فاريبلز. السبيشال فاريبلز لو حطيت دولار ساين دولار ساين ده بيرمز لي لايه؟ الفاريبل ده بيرمز لي للبروسيس او رقم البروسيس اللي شغال عليها الباش دلوقتي اللي انت شغال عليه. دولار ساين علامة استفهام معناها انه بيشوف البروسيس بتاعك ناجحه ولا مش ناجحه. لو البروسيس بتاعتك ناجحه ما حصلش اي ايرور في العمليه او البروسيس ما حصلش فيها اي ايرور بيديك زيرو. طب لو حصل ايرور بيديك واحد او اي رقم تاني. طيب علامه استفهام شباك بيديك عدد او النمبرز الخاص بالارجيومنتس المدخلات اللي انت دخلتها للبرنامج. الدولار ساين نجمه بيديك الكوتس ارجيومنتس. يعني كوتس ارجيومنتس يعني المدخلات اللي انت دخلتها للبرنامج بيبدا يطبعهم لك، وخاصه الكودز يعني المدخلات اللي انت دخلتها سواء اتنين او ثلاثه بيدخلهم لك. لو حطيت هنا عندي الدولار ساين وقمت حاطط عندي ات، دولار ساين ات ودولار ساين نجم بيعملوا نفس الموضوع برضه الكودز في اي ارجيومنتس. طيب نتكلم بعد كده على الدولار ساين علامه التعجب او وندر ساين. دي معناها ايه؟ بيطلع لك رقم البروسيس اللي شغاله في الباك جراوند، وده مش هنستخدمه قوي. يعني لو في بروسيس شغاله في الباك جراوند بيطلعها لك. نيجي بعد كده دولار ساين زيرو. وده وظيفته انه يديك اسم السكريبت بتاعك. يعني السكريبت بتاعي دلوقتي اسمه باش دوت اس اتش، مهم بالنسبه لي ان انا اعرف اسمه. ايوه. بدل ما اكتب اسمه اخلي السكريبت هو اللي يقول لي اسم السكريبت اللي انا شغال بيه دلوقتي. طيب. بعد كده عندي دولار ساين ان، وان دي بترمز لاي رقم سواء واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه. يعني ايه؟ اقدر
اسند الارجيومنت الاولاني يبقى بايه او الارجيومنت التاني يبقى بايه براحتي. تعال نشرح الكلام ده كله عشان الناس تبقى فاهمه. طبعا الكلام اللي بقوله سهل مش صعب يا جماعه، هنطبق دلوقتي. خلي بس الكلام ده في كومنت. ونبدأ نشتغل. أول حاجة هطبع التو دولار ساين عشان يقول لي رقم البروسيس. فقلت له ايكو التو دولار ساين، دول هيطلع لي رقم البروسيس اللي موجود عندي، البروسيس اي دي يعني. فقلت له هنا ابدأ شغل سكريبت، قال لي ده رقم البروسيس اللي أنت شغال عليه. تمام. لو قلت له اطبع لي الدولار علامة استفهام أو الكويتشن مارك يعني، فهبدأ إن أنا أقول مثلا هنا ايكو هلو وورلد. دلوقتي هيطبع هل وورلد، مفيش أي مشاكل، البروسيس دلوقتي اللي هي هل وورلد دي هتنطبع ومش هيحصل أي مشاكل، وهيقول لي في الآخر صفر لأن البروسيس ما حصلش فيها مشاكل. تعال كده نشوف، قال لي زيرو لأني ما حصلش مشاكل في البروسيس. طب تعالوا كده نعمل خطأ ونحط هنا أو زيادة. لما أحط هنا أو زيادة تمام، هل وورلد دلوقتي اللي موجود قدامك دلوقتي هو دلوقتي حصل خطأ في السطر فيطبع لي واحد. تعال عشان نشوف، طلع لي اي رقم تاني اهو او واحد زي ما قلت لك اهو، وعادة يطبع لك واحد او اي رقم تاني، المهم لو صفر يبقى تمام، اي رقم تاني يبقى مش تمام. طيب نيجي بعد كده للشباك، الدولار ساين شباك او الهاش. ده بيعمل لي ايه؟ بيطبع لي عدد الارجيومنتس المدخله للبرنامج. انا عاوز ادخل ارجيومنتس وليكن اسمي وسني، حط هنا عبد الله وسني 21، فقال لي 2. انت دلوقتي دخلت 2 ارجيومنتس اللي هو مين؟ عبد الله 21. تمام. بعد كده نيجي للنجمه، النجمه والات نفس بعض بالظبط، الستار اللي احنا حطينا استريك ستار دي، لو انا قمت رايح مثلا سبت عبد الله 21 زي ما هي كده وضغطت انتر هيطبعهم لي. طب تعالوا كده نحط مثلا هنا كمان 21، طبعا ال 21 التانيين زي ما انت شايف بيطلع لي الارجيومنتس بتاعتي وزيها بالظبط الات. تعالوا كده نشوف طبعها برضو زي ما انت شايف اهو. طيب نيجي للواندر ساين او علامه التعجب، لو جيت اشغلها زي ما انت شايف مش هيحصل اي حاجه، مفيش اي حاجه شغاله في البروسيس زي ما قلت لك في الباك جراوند بروسيس. نيجي للزيرو، والزيرو قلت لك دي معناها ان هو بيبدا يطبع لك اسم السكريبت اللي انت موجود عليه اللي هو باش دوت اس اتش. تعال كده نشوف، قال لي دلوقتي انت موجود على نفس المسار باش دوت اس اتش. طيب بعد كده لو قلت له دولار ساين واحد، دي معناها اطبع لي اول ارجيومنت انت مدخله. بص لو انت كاتب هنا كده عبد الله 21 هيطبع عبد الله بس لانه قلت له اطبع لي اول ارجيومنت. طب لو قلت له دولار ساين 2 هيطبع لي تاني ارجيومنت اهو، لو حطيت هنا 21 هيطبع لي بس 21 لان 21 يعتبر ارجيومنت رقم 2. طب لو قلت له اطبع لي تالت ارجيومنت هيطبع لي الارجيومنت رقم 3. حط هنا 21 مثلا، هنا 22 هيطبع لي 22. ده كان درسنا النهارده، اتمنى يكون درسنا عجبكم. اي استفسار اكتب في كومنت، وشكرا لكم، وكان معاكم عبد الله السكري.